يسعد اوقاتكم واهلا وسهلا فيكم. اليوم رح نعمل مع بعض حلو بالزبادي او حلو باللبن. عندي المكونات هون، انا جايبه بسكوت طاحنته ناعم، مستخدمه علبه ونص تقريبا من البسكوت الساده، بيطلعوا تقريبا شي 50 حبه. 3 معالق من السكر، علبة واحدة من الجيلي، انا مستخدمة على كرز، انتو اللي بتحبوا تفضلوه بيكون عندكم متوفر فيكن تحطوه. نص الكاسة زبدة مذابة، كاسة كبيرة حليب بودرة، نفس الكاسة انا استخدمتها للبن، حطيت فيها 2.5 كاسات من اللبن او الزبادي. هاي هي كل المكونات، هلأ رح نبلش شغل مع بعض. بالبداية رح نعمل الطبقة الاولى، رح احط الزبدة وخلطها منيح مع البسكوت لحتى يتجانسوا. هلأ رح نحطها هاي المدة بأرض صينية البيريكس ونضغط عليها منيح حتى نساوي الطبقة بتكون كلها متساوية بشكل منيح. رح نتركها على جنب بس تخلص ونروح نعمل الطبقة الثانية. لتحضير الطبقة الثانية انا حطيت اللبن وحطيت فوقه 3 معالق السكر، رح اضيف فوقه كمان الحليب البودرة، لازم يكون الحليب بودرة حتى تمسك معنا وتصير شوي الطبقة متماسكة، ما فينا نستخدم الحليب السائل، وبخفقن منيح اما بايدكن او بالخفاقة. رح نضيف الطبقة الثانية فوق الطبقة الأولى، بوزعهم بشكل متساوي وباخدها هلأ بحطها بالفرن على درجة حرارة 200، بشعل عليها بس من فوق، بخليها 10 دقايق بالضبط، ما بدي اياها أكتر من هيك لحتى تتماسك وتصير تعطي وجه، يعني لما بدي نزل عليه الجيلي يكون الطبقة إلى وجه متماسك. هلأ بخليها بالفرن وبرجع لكم. بعد ما طلعتها انا من الفرن شايفين كيف تمسك الطبقة، صارت متساوية كلها وعلى يعني صار الى وجه سميك لهي الطبقة. هلأ انا في عندي هون مجهزة حبات من الكرز، هذا اختياري اذا انتو بتحبوا تحطوه او لا، قايمة البذرة منه، فانا رح حطهم هلأ اغرسهم بالطبقة هاي، لانه اذا حطيتهم مع الجيلي رح يطلعوا كلهم على الوجه ويفوشوا، انا ما بدي اياهم يكونوا على وجه الجيلي، لهيك رح شكهم شك. هلأ بس حطهم بالبراد رح يجمد منيح، تنجمد الطبقة منيح وتمسك على حبة الكرز. بعد نص ساعة انا طالعتها من البراد وعملت الجيلي، جهزته مثل اي جيلي وقت بتساوي، كلكم بتعرفوا تعملوا جيلي، يعني هو عبارة عن كاسة مي سخنة مع كاسة مي باردة، وبوزعهم بشكل متساوي. انا شايفين حطيت معلقة لحتى ما تتخرب عندي الطبقة هاي او يعني يصير محل اكتر من الثاني، بوزعها على كامل الصينية وبرجع بدخلها للبراد لحتى يجمد عندي الجيلي وبعدين بنقدمها. بعد ما طلعته من البراد هلأ بدنا نقطعه، بس بدي لكم انه هذا حلى كتير ظريف، يعني بدل ما نستخدم حليب مكثف او نستخدم قشطة او شي فينا نستعيد عنه باللبن، لانه رح يعطي زكاوة وكمان اللبن متوفر بكل بيت. هذا شكله النهائي لطبقنا لليوم، بتمنى يكون عجبكم شغلي، واذا حابين تدعموني اعملوا لايك وشير للفيديو ولا تنسوا تتابعوني على قناتي مطبخنا السوري.